المناهج دي، التغيير في المناهج ده استعنت فيه بخبراء اجانب؟ اصل على فكره موضوع تغيير المناهج ده سنوات طويله، ووزراء ووزارات متعاقبه جت اتكلموا ان احنا هنغير مناهج وما كانتش بتتغير. بص حضرتك، استعنا بخبراء من بره ولا استعنا بخبرائنا في مناهج هنا في انا مصر؟ عندنا لا بص حضرتك عشان نبقى واضحين، في خبراء طبعا من بره مع مركز تطوير المناهج، مع عديد من الناس اشتغلنا على الكلام. انا بتاع مناهج بالمناسبه، يعني عشان تبقى مناهج وتقييم كمان، صحيح، وليا مؤلف كتب دراسيه. احنا في تجربه كل ما بتجيب مؤلف عايز يدب بماده علميه، كل ما تجيب مؤلف عايز، وكأن ده بقى يعني الانجاز بتاعه يعني. امال احنا عايزين ايه؟ لا ده انا بتكلم على القديم. احنا عايزين ايه؟ انا مش عايز، انا عايز احط اضع في كتابي مواد، مفاهيم كبرى، مواقف كبيره، الطالب بص بقى حضرتك يربط، هو اللي المدرس مش يديله معلومات، المدرس يساعده على بناء معرفته، المعرفه، فالطالب هو اللي يطلع المعلومه. هي دي الرساله اللي انا عايز اوصلها النهارده. لو الباقه دي المدرسين، شوف انا بقول ايه، حلوا الأنشطة للولاد، يبقى ولا كأن حاجة حصلت. طب ما دلوقتي الأم اللي قاعدة بتسمعنا، أنا بوجه رسالة للأم، أنا هقول لحضرتك بقى، الأم دلوقتي قاعدة بتسمعنا، أنا هتقمص دورها، هتقول لك إيه اللي حضرتك بتقوله ده؟ ما العيال طول عمرها بتدخل تحفظ المناهج، تدخل الامتحان وتنجح وتعدي. ما تغيروش والنبي دلوقتي، طب اصبروا بس لما العيال تعدي. لا بص بقى، وبعدين غيروا براحتكم. السؤال، الخوف من التغيير. ما أنا هقول لحضرتك، السؤال، إحنا حريصين على الولاد دول زينا زي اولياء الامور، اولياء الامور حابين ولادهم يبقوا بيجيبوا درجات فقط وبناء شخصيتهم مش قويه، لما يجي بره ما يعرفش يتصرف. هو ليه الولاد اللي هم بيتعلموا تعليم راقي بيبقوا عارفين يفكروا اكتر، بيبقوا عارفين لو موضوع مش عارفه يقدر يجمع فيه؟ انا عايز طالب يعرف يتصرف في المواقف، يبقى عنده تفكير ناقد، عنده يبقى حب استطلاع، كل ده انا عايزه شخصيته ناضجه مستقل. احنا عندنا مشاكل في اولادنا حتى هم كبار. انا بقول لاولياء الامور الكلام ده، هل انتوا راضيين عن المنتج التعليمي يا اولياء الامور؟ والقاعده كده بتقول ان احنا علموا اولادكم غير ما تعلمتم فانهم سوف يعيشون في زمن غير زمانكم. الزمن القادم انت الطالب الخريج هو اللي هيدور على وظيفه، هو اللي هيبحث على وظيفه، هو اللي هيهيئ نفسه للوظيفه، لكن ما فيش حاجه اسمها ان هو ايه وظيفه جاهزه موجوده. طب لو ما تعلم، لو اتعلم بالتلقين يعرف يعمل ده؟ لا يمكن، لا يمكن. فاحنا هنا بنقول بقى متطلبات القرن الحادي والعشرين. طيب، ان انا عايز طالب يعرف يفكر، يعرف شخصيته ناضجه، يعرف يميز الصح الراي من الحقيقه. طيب ده اللي بقوله لاولياء الامور. غيرنا في المناهج، بنغير في الاسلوب العلمي، كيفية تلقي الطالب للمعلومة، الطالب مش هيبقى قاعد عمال يتدخل في مخ معلومات، بالعكس هو اللي هيشتغل عشان يطلع معلومة، فده هيخليه يفهم ويستوعب. هنربط العلم والدراسة بالمواقف الحياتية. أيوة، كل ده شيء رائع، لكن برضو هيجي دلوقتي حد يقول لحضرتك طب ده جزء من المنظومة التعليمية، موضوع المناهج والأسلوب العلمي. طيب الأبنية الدراسية المتهالكة، الفصول اللي لسه فيها تكدس، بص حضرتك، كادر المعلمين وشكل المعلمين، هل حضرتك تشك لحظه ان احنا مش عارفين قضاء مشكلات التربيه التعليميه؟ مستحيل طبعا. لا عارفين، في كثافات، في كثافات، انا مش هقول لا ولا اقدر اقول لا، عندي فترتين، عندي فترتين، عندي كثافه فصول، عندي كثافه فصول، عندي ادي واحده، عندي معلمين، عندي معلمين، هل هم كلهم مؤهلين بدرجه عاليه؟ في مختلفين فيما بينهم، ولكن يبقى السؤال، ابدا بمين؟ أبدأ بالرؤية وبالانطلاق ونكمل مع بعض. أنا معاك تماما، إنما لو أنا بدأت بالأبنية، واخد بال حضرتك، وسبت الفلسفة والرؤية والتوجه والبوصلة فين مش واضحة، يبقى ما عملتش حاجة. إنما إحنا بنقول العملية التعليمية منظومة، أنا متفق تمام، معلم ومتعلم ومبنى ومنهج صحيح عايزين نشتغل عليهم كلهم مع بعض، ده كلام 100% صحيح، لكن فيهم واحد واخد شوية أولوية اللي إحنا بدأنا بيه، مع إن هل العناصر الأخرى إحنا سايبينها؟ لا، شغلنا عليها. يعني أبنية بنبني مدارس، بتدريب بندرب معلمين، واخد بال حضرتك؟ فدي الفكرة، لكن إن يبقى عندنا رؤية لوزارة التربية والتعليم وفق رؤية مصر 2030، إن ده الخريج اللي أنا عايزه بالشكل الفلاني، وبالتالي أدي المناهج اللي هي بقول عليها بقى المتعددة التخصصات، اللي هي ورك بوك على فكرة، أنا مش محتاج الطالب يبقى معاه كشكول، لأن هو لما لو متعدد التخصصات ده النشاط فوق كده وصفحة برضه. بس ممكن أجادل حضرتك في جزء علمي؟ طبعا. في جزء علمي؟ طبعا.
في كل أنواع الدراسة في العالم يا فندم، حتى تلك التي تعتمد على التفكير وربط الأمور ببعضها وربط، برضو في جزء حفظ لازم. لا يعني حتى في البوست جراديويشن، في الدرجات العلمية الأعلى، ماجستير والدكتوراه، مهما بنعمل أبحاث وبنقعد ندرس ونذاكر، بس في النهاية في جزء بتقعد تحفظ وتقرأ. في حاجة اسمها الحفظ الخصب والحفظ الأصم. الحفظ الخصب والحفظ الأصم. تمام. الحفظ الأصم هو الذي لا يؤدي إلى معنى. أما الحفظ الخصب هو الذي يؤدي إلى مزيد من الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب. فأؤيدك تماما. ولكنها هي الأساسيات. ولذلك إحنا بنقول كده، عايزين المفاهيم الكبرى نديها الولاد، وهم اللي يعملوا التفاصيل بقى. ولذلك في كده بيقول لك، يعني عامل الطفل بيقول يا ريت تعاملوني زي النبات، ادوني المية والأملاح ونصنع الغذاء لنفسي. يعني اديني المفاهيم الكبرى، اديني الاطر العريضه وانا ابدا اشتغل واجمع. فانا متفق معاكي ان في فاندمنتال، في اساسيات. اساسيات طبعا. ما هي دي بقى اللي بنقول عليها، اللي هو هينسج عليها علشان يكون بنيته المعرفيه. طيب. في هذا الكلام. طيب.